بادرت جمعية النجدة الإنسانية للأطباء وجمعية جواهر الخيرية بقمار في ولاية الوادي في تنظيم قافلة طبية تضامنية لفائدة قاطنية القرى النائية والمعزولة بسيدي عون. قافلة شارك فيها أزيد من 14 طبيبا مختصا في شتى الاختصاصات وأطباء عمون، إضافة لجرحى الأسنان والصيادلة ومسعفين جندوا أنفسهم لرفع الغبن الصحي على هذه المنطقة النائية. التغطية لعبد العالي رحمة. ساعدنا وتباركنا بهذه القافلة الصحية التي تنظمها جمعية الجواهر بمعية جمعية نجدة الولائية بمشاركة أطباء أخصائيين من حوالي 14 اختصاصا وست أطباء عمون وأطباء أسنان، ومجهزة بخمس أجهزة كشف داخلي إيكوغراف. فريق التعقيم قام بالتعقيم في البداية وفي نصف العملية، والآن راهم يقوموا بالتباعد والإجراءات الوقائية أمام الصيدلية وأمام الأطباء. المبادرة كانت حسنة وتنظيم حسن، عدد معناها مقبول للمرضى اللي فحصناهم واللي عالجناهم، مع الفحص متوفر حتى الدواء معناها موفرات الجمعية. أجل مساعدة المنطقة، منطقة نائية ما كانش ماشي متوفر لها كل شيء، نحاولوا نعاونوا بقدر المستطاع. كاين استجابة كبيرة من طرف الأطباء الأخصائيين، كاين استجابة على الواقع. إن شاء الله تتمن هذه المبادرة بمبادرات أخرى. إن شاء الله ربي يهدي الوطن، إن شاء الله رجع العباد لبعضها، إن شاء الله يرحمنا ويرحم المؤمنين الكل، وليداتنا إن شاء الله في السعادة والهنيء. الله 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 يهز عنها الوباء، الله يهز عنها الوباء، وياه كريم العطاء، وياه اللي يصب الماء، وياه ربي. في قرية جديدة هذه رانا ما عندنا شيء، لا عندنا مصحة، لا عندنا فرملي، ساعاتي النهار كله يدق العباد ما يلحقش تريه. ونشكر الأطباء ونشكر الجمعية اللي جابت لنا الطب اليوم وعدوا علينا.